ممكن الى خدينا الطفل السعيدة هنايا ممكن مثلا ناخذ حتى المثال ديال التنمر المدرسي اللي ما غيبقاش فقط في المدرسه وانما غادي يمتد غادي يقدروا ان داك الوليدات اللي هما كيمارسوا داك التنمر على الطفل غادي يكري واحد لوكونط وغادي يبداو انه يصيفطوا له شي حوايج منه ولا غيديروا له شي تصاور ولا غادي يتهموه بشي حاجه يعني لفايده مثلا بين الحالات اللي كنشوف ولا اللي شفت هو طفل اللي عنده 14 سنة واللي شنو التنمر فين وصل انهم كيتهموا انه عنده مثل الجنس يعني هوموسيكسوال فهنا يعني دائما كاين اللي كاع في برك واحد التصاور كاين اللي كيصيفط له الكلام اللي هو قبيح بزاف كل مره كيعيشوا في صمت الى حد انه غادي يدخل في اكتئاب انه غادي يبدا يفكر في افكار اللي هي انتحاريه خلاص القرايه ما كيبقاش الطفل انه كيهبط في النتائج الدراسيه ديالو واشياء اخرى وخلاص الا بغينا غادي نمشيو لمستوى اخطر واخطر واخطر الاطفال اللي ما كيكونوش مؤطرين من طرف الوالدين ديالهم ومرافقين من طرف الوالدين ديالهم واللي هما كيكونوا معرضين انهم طبعا غادي يدخلوا للمواقع عندهم الهاتف ديالهم بدون رقابه تماما اذا هنايا ممكن انهم يعيشوا شتى الانواع ديال الاستغلال وديال العنف وديال اشياء كثيره جدا اللي ممكن انها تاثر على الطفل في المستقبل ديالو كله يعني ماشي غير الحاضر فقط الى استمرت هذه المساله لان هو الطفل بحد ذاته ما دام انه طفل اذا طبعا ما غاديش يقدر انه يحمي نفسه ولا كان عنده واحد العلاقه اللي هي مضطربه مع الوالدين ديالو ما غاديش يقدر انه يلجأ لهم وبل اكثر وذلك كيولي هذاك العالم الافتراضي هو ملجأ وهروب بالنسبه ليلو ومهما كان مدمر كيكون بالنسبه ليلو هروب من الواقع وبالتالي كيكون تدمير الكل.